بخاف قول كل شي بقلبي وشو اللي صار ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي اشكي لك علي قهر شبابي ما حقيقة ولو شي نهار ما بخاف كون معك جريء أو ما انهار شو بخاف أرضى باللي انكتب لي بحياتي أصرخ وما حدا يسمع ماشي ماشي حمى بسيطة وإن شاء الله هلا على الإبرة بطيب. حبك إيش هالحب هذا؟ لو صحت لستي ما ماتت. الله يوفقك خلينا ناخذ له شوي ندفيه. قومي قومي. تعالوا معي. يلا. أهلين ميس. كيفك أنتِ؟ تمام ماشي الحال. أنا بدي أقول لك شغلة كثير مهمة. خير شوفي؟ أكيد خير. بدي أقول لك شيء وكثير خجلانة. بدي أقول لك إنه غالي طلع بحبني. وبحبني كثير كثير كثير. وشو كمان؟ وهلا انا كثير خايفه وحاسه حالي عم احلم وما جا على بالي في انه هذا الحلم. لا يا ستي ما عم تحلمي والدليل انك عم تحكي معي هلا. انا اسفه بعرف عم بزعجك بس يعني حسيت انه لازم خبرك. طول الوقت شالشتك بقصصي وزعلي وما عارف ايش، قلت لازم اقول لك شيء حلو وايجابي. ميس انت بتعرفي انه انا بتمنى لك كل خير. وبأي وقت حابة تحكي معي لا تترددي. أكيد وشكرا كثير لإلك عن جد. لا هلا هدية كثير. ما في شكر بين الأصدقاء. أوكي. يلا باي. الله معك. حبيب سوسن وين ناوي تهرب وتتركنا؟ ناوي يطلع على اللاذقية ما بعرف. جنيت أنا. برافو عليك. هذا هو الحل، بكره بمجرد ما بتوصل على اللاذقية رح تنحل كل مشاكلك، من أول لحظة، رح تنسى سوسن وتتجوز وحدة أحسن منها بكتير، وتعيش معها بثبات ونبات. يا زلمة أنت شو قصتك؟
كل ما بحكي معك حديث جدي بدك تحوله مسخرة. وأنا بتمنى مرة واحدة تفكر بشكل واقعي بعيد عن رومانسياتك. بدي أحكي لك قصة مطابقة لقصتك تماماً. من 200 سنة كان في شخص محكوم بدولة من الدول مؤبد، وصار يبعث عشرات الرسائل للحاكم ليعفو عنه. بليلة من الليالي نزل الحاكم على الزنزانة وقال له للسجين: رح أعفي عنك بس بطريقة، في عندك باب سري بقلب السجن بيوصلك لبرا، إذا قدرت تطلع منه خلص نعفى عنك، حصلت على اللي بدك إياه، معك من هون للصبح بدك تلاقي. حمل حاله ومشي الحاكم، قعد لقى أول باب هذا السجين فات فيه، وصل لآخرته مسدود رجع، بعد نص ساعة رجع لقى باب تاني كمان نفس الشي فات لآخرته لقى مسدود رجع، هيك للصبح. إجا الحاكم الصبح قال له: شو؟ قال له: ما في باب. قال له: هذا الباب الرئيسي، تركت لك يا أنا مفتوح، لو أنك طالع منه كنت طلعت برا السجن. ما فهمت أنا شي على فكرة، يعني وين وجه الشبه بين قصتي وهي القصة اللي عم تحكيها؟ هي عاشر مرة بحكي لك ومانك عم تفهم علي. سوسن تركتك لأنها خايفة عليك، والحل الوحيد أنك تورجيها أنك أبو ضاي وقت حالك وقادر تحميها وتحمي نفسك، بس أنت دورت على كل الحلول إلا هذا الحل. يا أخي على فرض حكيك صحيح، بس والله أنا ماني بلطجي وما بحب هاي الأساليب الملتوية يا رائد. خلص لك، حليت القصة، ليش عم تناقشني؟ حمول حالك وطلع على دقيقة. داوتان تعال شو؟ إن شاء الله مفكرة أني نسيتكم أنتي وابني بشيء. والله لا طلع عيونكم، على العموم حسابكم قرب. روحنا اللي مخلتين هلا. ليكي ساوي لي كاسة بابوني، حطي لي حبة سكرين. حبيبي بلا ما تطلع لهون، ساعتك تعبان وما صرت منيح. مشي الحال، الحمد لله صرت منيح. طيب خلي هذا الظرف معك مشان تاخذ دواك بوقته، وإذا بدك أنا بتصل بذكرك. اسلم. شغلة تانية، فيني اليوم روح زور أهلي؟ اعمل اللي بدك إياه. مايس عيونا شكرا لأنك وقفتي معي بمرضي. شو عم تحكي أنت؟ فيني شوي. يا الله يا غالب بدي بحبك انا. بشرفي يا بشرفي ومالك علي يمين، يوم تجي لعندي على المطعم قلبي من جوا بيفرح، بحس هيك البركه عبت المطعم. هون حطنا الجمال، وشو هي البركه اللي بدك اياها مني اليوم؟ قضيه الهام وفؤاد. ماشي طبيعي. بعرف مشان هيك نحن بحاجه لبركتك لحتى تمشي اسرع. كل هالقد مستعجل لحتى تشمت فيهم؟ بدي بلش بالمرحله الثانيه، وكل شيء عملته فيهم ما له طعم، ما له طعم منوب اذا ما كملت. حتى لو كنت مريض لازم تخبرني، لا تخلي الافكار الشيطانيه تلعب براسي. لحظه، شو هي شيطانيه ما شيطانيه؟ ترجمي لي اياها بالله. والله ما بعرف، فكرتك رجعت لست الحسن والجمال وبدك تتركني. صفاء سيرة مرتي ما بجيبيها على لسانك منوب. ليش بقى؟ ما تكون شايفة أحسن مني. ضفرة فيكي. عن جد؟ يلي بيسمعك عم تحكي هيك بفكرك إنك بتحبها ومو خاينة ولا مرة. معي أنا بس خاينة 100 مرة لمرتك. اسمعي للي، هذا آخر يوم نشتغل فيه مع بعض. ليك أنا آسفة إذا عصبت شوي وزعجتك، بس لأني بحبك. صفاء أنا لما أحكي كلمة بكون عم بانيها. شو يعني؟ يعني آخر يوم نشتغل فيه مع بعضنا، واضحة؟ بدها شرح لسه أكتر؟ Thank you.
المغالب قال لي انه رح يقلع صفاء من البيت، حسيت الدنيا مو ساعدتني. ميس انا ما بدي احبطك، وبنفس الوقت انا خايفه عليك كثير، بس ما بدي اياكي تحلمي كثير. تجربتك مع غالب ما انا مشجعه كانت. اي بس هلا كل شيء رح يتغير، لك حتى نورس انتبه انه هو متغير معي وبحبني. يا حبيبتي ليش حدا فينا شك قديش بحبك غالب؟ ما المشكله قديش بحبك، المشكله انه مو قادر ينسى هذيك القصه. سوسن شبكي ناقصني كركبة أنا؟ بتعرفي إنك شلشتيني وهلأ بلش الفار يلعب بعبي؟ شبكي؟ أنا آسفة كتير، خلص انسي كل شي حكيته، يمكن نفسيتي التعبانة عم تخليني أشوف كل الدنيا سودا. شو القصة؟ من لما توفى المرحوم ما شفتك عم تتمرني. عملت حالي كثير. اي ماشي، بس شو يلي فايقك على هالقصة بعد سنين؟ لسا امبارح دموعك كانت مغرقة البيت. إذا متضايقة برجع ببكي. ها وين المشكلة؟ لا دخيلك، بس بدي أعرف شو سر هالصحوة المفاجئة. يعني في شي براسي ناوي عليه. الله يسترنا، وشو هو؟ كل شي بوقته حلو. طيب بدي أشرب قهوة، تشربي معي؟ والله يا رنا حاسس حالي بحرب ما معي فيها قبر دافع عن حالي. صدقني حتى لو بكون معك مدفع رشاش ما فيك تعمل شيء قدامه. غلطانة كثير، لما بيكون في شرف بني آدمي بريئة بالنص كل هاي الاعتبارات ما بتعني لي، لأنه وقتها رح أوقف مع الحق. أنا مستعدة أعطيك سلاح قوي، بس بالأول بدك توعدني لو شو ما كانت الظروف ما تجيب سيرتي. أكيد. شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفك هون، شو جابك؟ جاي رجع الحقوق لاصحابها. اي حقوق؟ كلها، واولهم حق ميادة. لسا كثير رح تضحك، رح تضحك لما اقول لك اني بعرف كيف اشتغلت العياده. بلا بتعرف؟ ما شاء الله عنك، شوف هلا حتى عرفت. يعني بتعترف انه انت؟ قول لك شو انا عامل جريمه لحتى اعترف؟ انا اللي سويت هيك. ايه هلا انت متاكد انك ابي؟ ولا مفكر انه هيك عم تحمينا وبتحبنا؟ على فكره انت ما بتحب حدا بهي الدنيا كلها غير حالك. ايه انت اناني، بتعرف بس تدعس على الناس. نحن ما بدنا هيك، نحن بس بدنا اياك تكون صح عشان نعرف نرفع راسنا فيك. اترك الباقي علينا. وعلى فكرة أنا رح روح أقول للأطباء إنه أنت اللي شوهت سمعتهم وأنت اللي رشيت الممرضات والممرضين، وخليهم هن يتصرفوا معك. فكرني إني خايف؟ طيب أنا ما بخاف ولا؟ أنا الشيء اللي بدي ساويه بساويه وما بخاف. أنا ما بخاف منك منو؟ أنا بعرفك أنت ما بيطلع بإيدك تساوي شيء لأنك خروق طلع من وشي. طلع خروق. المشكلة إنه شو ما عملت بضلك أبي. وراي حبيبي. عفواً.
يعني قصدي رايح مشوار بتأجر ولا ليش؟ شو في؟ قلنا زمان ما طلعنا انا وياك مشوار. والله مو فاضي، في عندي مشروع عم بدرسه. ايه كثير منيح، معناها ضروري تاخذني معك لانه الالهام ما بيجيك الا اذا انا كنت موجوده. ماني بحاجه الهام، بكفيني الالهام تبع ابي. اسف حبيبي انا ما قصدي ذكرك فيها. ركزي شوي وبلع حركاتي معها وما تاخذي وش زياده علي، مفهوم؟ أهلين ميس، كيفك؟ والله ماني منيحة. لا لا خير، لسه بارد معي. معقول لأنه لسه ما صرنا زمان متصالحين؟ والله ما بقدر فيدك يا ميس، لأنه ما عندنا مقرر بالجامعة بيعالج حالة زوجك ومزاجيته. هذا اسمه قصور بالمناهج. حق بيدك، بوعدك بأول فرصة بس شوف عميد الجامعة خليه ينزل مقرر يعالج حالة زوجك. هلا بجد بجد انت شو رايك؟ شو ساوي؟ انا برايي ما تفكر كثير لانه اولتها عن اخرتها رح يبين موقفه. يمكن مرتك تكون صادقه واللي صار معها صار هي وصغيره. ممكن بس انا ما عم تزبط معي. لكن كيف عرضت علي الزواج وانا متزوجه اثنين قبلك؟ لا لا انت وضع ثاني، انت تجوزتي بالحلال وما نسقتي ورا شهواتك. ما عم بقدر اقتنع، شو الفرق؟ الفرق كبير. اللي بتنساق ورا شهواتها مرة ممكن تنساق ألف مرة. يعني من الآخر ممكن تخون وتحس حالها ما عملت شيء. فيها وجهة نظر. بس دقيقة. ألو؟ أهلين عصام. اليوم عندي شغلة ضرورية وما في إجي. خلص بكرة إن شاء الله. أوكي باي. هذا عصام يلي بشتغل عنده بالبوتيك. زحام كبر عقلك، يعني معقولة أنا عثرت بقصة أنا مشتركة فيها؟ لك مين اللي خبره؟ ما بعرف ولا بحس حدا بزمتي. على كل حال مو مشكلة، رح أعرف أنا وساعتها أخلي الشياطين السود تتشفع له. مو هذا المهم هلا، المهم تتفاهم مع الدكتور نورس قبل ما يفضحنا. ولك لا تخافي من نورس، هذا طفل صغير. وعد غيره كان ببوت إيدي ورجلي ليل نهار على الشيء اللي سويت له إياه. ممكن أسألك سؤال؟ وبعدك يضل الجواب بيني وبينك. شو هو؟ أنت فعلا طلعت هالإشاعة عن ميادة؟ ليش عم تسأليني لحتى تروحي تخبريه؟ لا والله. على كل حال خبريه ما بتفرق معي، بالعكس أحسن. خبريه وقولي له انه هي ضربه كثير صغيره قدام الضربات الكبيره اللي لسه جايته. بترجاك ما تجور عليه. ولك قلت لك لا تخافي منه، هذا طفل طفل بحياته ما بصير رجال. شو بكي؟ عن جد زودتيها؟ في حدا بيتمرن بالليل؟ شو فكره انت القصه سهله؟ عضلاتي نايمين صار لهم سنين. ولما عم نروح نمشي الصباح عم نقضيها نص الوقت حكي، ما عم نستفيد شيء. وانت قلتيها يعني ما معقول بين يوم وليله ترجعي مثل الاول، على شو مستعجله؟ في شيء براسي وبدي ساوي، وانت صرتي بتعرفيني.
لما بيكون في شيء براسي حاطط له بدي اعمله. شو ناوية هلا؟ انت شو فايقك هلا؟ شفت كابوس عمي وما عاد قدرت ارجع نام. روحي روحي ارجعي نامي حبيبتي. قد ما كوبستي اهون بكثير من اللي انا عم عيشه هلا. خلصنا بقى. شيلي هالقصة من بالي. هذا الزلمة انت مالك قده. حبيبتي لا تخوفيني عليكي. شوفي حالك بالمراية. شوفي وجهك قد ايه تعبان. ارحمي حالك. ليش ما تجوزتي لهلا؟ لأنه كلهم كان بدهم علاقة قبل الزواج وأنا مستحيل حدا يمسني قبل ما أتزوج. لا اتفقنا. على شو؟ على الزواج. لا أكيد عبد الله. جربيني. يا غالب أنت كبير بنظري ما تتصرف معي مثل الباقيين. عم أقول لك جربيني. يعني حسب يلي حكيت لي عن غيرتك عن شخصيتك مستحيل تتجوز وحده مثلي. غلطانه. اولا الحب ما بيخضع للمنطق، القلب ما يهوى. ثانيا انت تجوزتي بالحلال ما تجوزتي بالحرام. وثالثا وهذا الاهم، جوازاتك اللي جوزتيهم كنت صغيره، ما فيه الواحد يحكم على هيك قصه. ومثل ما بيقول المثل، عفوا للكلمه، يعني انت مثل حدا ما باست امه غير امه. بفهم انه طلبك الي للزواج هو طلب جدي وفوري. فوري لا، يعني بدك تعطيني وقت لحتى افكر. طيب ماشي يلا، معك 10 دقائق. ها بدنا نستنى شو الكرام. الا الشيء اللي عايشه عليه اللت والعجن. خلصنا بقى، ممكن اصابيعك مثل بعضها. مزبوط، ممكن يجي كم حدا ينسى ويرجع حدا يذكرهم، هيك بصير تسلاي على فنجان قهوه مثلا. طيب معك حق. هلا انت شوفي ببالك قولي لي. انا ما راح ارتاح لحتى اخذ حقي وحق كل بنت شريفه حتى عليها واحد مثل ابوك. ولا يا سيدي، مو بس البنت الشريفه، حتى البنات العاطلين بدي اخذ لهم حقهم، لانه واحد مثل ابوك تعجر بسمعتهم. معك حق، معك حق بكل شيء عم تقوليه، وانا راح ساعدك. ما في داعي. ما بصير يكون ما في داعي. يعني إذا افترضنا إنه أنا ما بحبك بس أنا السبب اللي صار فيك، أعطيني فرصة لحتى أصلح غلطتي. بتكون معي بس بشرط. شو؟ ما بتسألني أي سؤال ما بدي جاوب عليه، بس بتساعدني وبالوقت المناسب بحكي لك كل شيء، ما تضغط علي. يا ستي موافق، بس على الأقل بدك تستشيريني كصديق، لا تشغلي بالي عليك. حبيبي رد علي. كل مرة تختاري سبب شكل لزيارتك لعنا على المحل. فيني أعرف هالمرة شو سبب تشريفك؟ بحبك كثير. بحب كثير. ليك رايد، الله يعينك إذا ما كان في سبب حقيقي لجيتك. ليش هاد شو؟ مو سبب حقيقي؟ الزباين لفوق راسي يا بتحكي يا بتطلع. عن جد في سبب مهم. بجد يا ريت تحكي. بدي منك خدمة. تفضل. ما عم تعبان كثير، في مشكلة صغيرة صار بينه وبين سوسن ومصممة تتركه. وإذا المشكلة صغيرة ليش حتى تتركه؟ ما هالمجنن. يا
يعني انت بدك ياني اتدخل ولا بس اعرف شو السبب؟ اذا بصيروا الاثنين يا رب ممكن ايه، بس الله يخليكي باسرع وقت. عن جد ما عندي تعبان. خلص خلص بحاول. انا بدي اعتذر منك وراح اشغل الزباين عن جد كثير. شدوني همتكم بقى، لامتى بدكم تضلوا مخطوبين؟ والله انا من جهتي بتمنى اليوم قبل بكره، وانت بتعرفي هذا الشيء. شكرا. بعرف، قصدي يعني شد عليها شوي لمنى. شد على منى؟ ما بينفع هذا الشيء. يا حضرتك ما قدرتي تشدي عليه. ايه انت غير. يا ريت. في شي مشاكل بيناتكم؟ هلا وضعنا احسن من اول، بس بتوقع باي لحظه ممكن تنهي اي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. كل مره بفتح فيها سيزا العرس مدري شو بصير لها، تخلق مشكله بدون سبب. بحس انه جواتها رافضه الفكره. لا لا ما بصير. لكن ليش عم تعمل هيك؟ خايفة. خايفة؟ من شو؟ تكون مثل أبوها وتعذبها مثل ما كان يعذبني. أنا السبب. كنت طول الوقت احكي له عن ظلمه لإلي، عن مشاكله معي، فكان لازم احكي له شيء. لا لا تحكي هيك، والله انت احلى وافضل ام بالعالم. الله يخليك عادل، حن عليها، وقف جنبها، لا يغرقك مصارى وقسوتها من برا. هي من جوا طيوبه كثير ومسكينه اكثر ما بتتصور. من عيوني. موافق. بعرف عم بتصل لحتى اعرف طلباتك. يا سلام على التواضع. بعدين امدحيني، هلا خلينا بطلباتك. اول شيء ما بتحكيني عن الماضي. ماشي موافق. غيره؟ بتدللني كثير واكيد ما بترفض لي طلب، وبتعوضني عن عذابات الماضي كله. اتفقنا ما نجيب سيرة الماضي. انت ما تجيب سيرته، انا شو ما بدي بحكي لك. حاضر، اي طلبات تانية؟ اذا لا سمح الله وما قدرنا نكمل، بدك تطلقني وبترجاك عن جد ما تعذبني. عمر، هاي الكلمة ما بدي اسمعها مرة تانية. الله يخليكي. لا انا قلت لا سمح الله. حتى لو هذا الاحتمال بتشيليه من راسك نهائي. أمرك. ما يأمر عليك غيري. ليكي حضري لي حالك نكتب الكتاب. ها طيب، بس لا انهي أموري بالشغل. روح على الشغل ما عاد فيه، دقي لهم وخبريهم. كمان أمرك. تعبان كثير. ما بعرف، هيك قال لي رايد. أنا حسيته تعبان كثير بآخر اتصال. لك يا حبيبتي يا روحي يا عيني، إذا بتحبي هالقد ومتعلقة فيه لهالدرجة، ليش مصرة تنفصلي عنه؟ حتى أحميه من خالك ومن خالك. إيه خلص، إذا مقتنعة لهالدرجة إنه ما لازم نضلوا مع بعض، خلص. الكلام سهل، أنت هيك بتقولي. سوسان، هيك أنت بدك تضيعي حالك. إذا بدك تضلي عم تفكري فيه، حبه بقلبك رح يكبر أكتر وأكتر، بنفس الوقت يلي بيكون هو عم ينساكي فيه. معا مستحيل ينساني. لا يا ستي، بينساكي بينساكي. بكره بنات اللاذقيه رح ينسوه الدنيا باللي فيها. ليش معن رايح على اللاذقيه؟ ايه بده يسافر، قال ما بيقدر تكوني انت وياه بنفس المكان وما تشوفوا بعض. كرمال الله طولي بالك. خلص بقى سوسان، هدي شوي. هلا لك بشوفكي عم تبكي، شو بكي؟ معلش خليهم يشوفوا شو عملوا فيه. معن حاج ضايق حالك؟
صدقني هي الخسرانة. زلمة ما عم بقدر استوعب اللي صار. حاسس حالي بكابوس ما راح فيق منه. لا بتقدر. يلي بيشوفنا بعين بنشوفه بعينتين. شباب فكر اتصل لمنى افهم منها كل شيء. صدقني ما حلوة بحقك. فهم علي، انا اصلا سالتك كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك، والقصه محسومه من عند سوسن. الله ييسر لها. شو بينفع السفر إذا قلبي وروحي تركوني وراحوا؟ ألو؟ ما كان في داعي تسافر. ما قدرت أبقى بمكان إلي معك فيه بكل شبر ذكرى. بس السفر ما له حل. طلبي مني أرجع برجع فوراً. لما بدك ترجع رجع كرمال حالك، ما بديك ترجع كرمال. أنا ما عاد بدي أحب حدا مين ما كان يكون، ولا عاد أصدق أي وعد. إيش أخي سامر، باي. هيئة المحكمة الموقرة بناء على كل ما سبق يمكن الجزم أن ما أورده الزميل ممثل النيابة العامة من وقائع اعتبرها اختلاسات هي ليست في واقع الأمر سوى أخطاء غير مقصودة ارتكبتها موكلتي بسبب عدم تقديرها الصحيح للأمور، وبناء عليه ولما ترونه عطفا من قبلكم ألتمس تبرئة موكلتي من التهم الموجهة إليها وأطلاق سراحها، ولكم جزيل الشكر. نرفع الأوراق للتدقيق والمداولة والنطق بالحكم. ايه طمني. خلاص طلعناها من موضوع روعة وفوتناها بقصص قلعة بالرشاوي والاختلاسات وبيع أراضي ملك دولة. يعني عليك، يعني قديت لعد الحكي؟ 5 سنوات، يعني يمكن سنة أكثر سنة أقل. خير وبركة. بس هاي البركة حقها غالية. قد ما بتأمر من عيوني. لا من خزنتك. يعني عليك دلم بقبيب. لوين رايح؟ مسافر. خير لوين مسافر؟ شهر عسل. غالب شو عم تحكي؟ ميس، أنا بحب وحدة تانية واليوم عرسنا. بس أنت من يومين كنت عم تقلي. من يومين قلت لك، وبعد يومين رح أقول لك، وبعد 100 سنة رح أقول لك، على قدنا أنا وياك انتهت. نقطة انتهى، انت صرتي ماضي. رح اتمك كل عمرك جارية، جارية وبس. غالب بترجعك. لا 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 تترجيني ولا شيء، الله يخليكي. اصلا انا مخليكي عندي مشان يمشي شغلي مع خالي، والشغلة الثانية مشان هالطفل اللي ببطنك ان كان بنت او صبي بس يكبر ما يقولوا له امك كيف كانت. اسألي مين؟ خلص بلا يا بلغ العظا، شو بدك تسألي؟ خلص والله الموضوع سخيف بلا من شرفك احكي، بزعل منك او احيان غالب بزعل. ممكن تتجوز على اي مرة تانية؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عن جد انك غليظة وبايخة وانا ماشي؟ لا لا غالب. معقولة؟ واحد كم احساس عنده؟ كم قلب؟ عندي قلب واحد، القلب الك ملكك. خلص خلص شو بك انبحتت؟ عم اسألك هيك لأنه ما خطر ببالي اسألها، يعني بعدين انت بحق لها تتجوز مرة واثنين وثلاثة. ايه لا بقى ولو عجد عجد زودتيها، لك معقول تفكري بهالمنطقة انت 2016؟ عم تضحكي كمان؟ ايه انا كثير مبسوطة لأنه هلا وصلني حقي، متأكد انت شو انت بتحب.
عن جد عن جد بزعل منك زي بتمزح هيك بس ولا تحكي هيك قصص ماي الله يخليك حبك لا ما بتحبيني هلا هيك شفتي شلون بصير بالثاني لما يمزح الاولاني مع الثاني الله لا يحرمني منك موت فيه